Turkish-Arab dialogue platform take place here now in a few minutes. And our moderator for the Turkish-Arab dialogue platform is Dr. Abdullah Al-Shammari, diplomat, researcher, and writer from Saudi Arabia. Mr. Ahmed Rushdi Abdullah, founder and president, House of Iraqi Expertise Foundation from Iraq. Mr. Erşat Hürmüzlü, and Professor Samir Salha. We are waiting for your participation.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية نتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين على تنظيم هذا الملتقى وتخصيص جلسة للمرة الخامسة للحوار العربي التركي تقديرا لأهمية المجموعتين. أيضا أرحب ترحيب خاص بمعالي وسعادة السفراء الذين شرفونا وأعطوا لهذه الجلسة قيمة عملية قبل أن تكون نظرية، والشكر موصول لجميع الحاضرين. بداية طبعاً أرحب بالمتحدثين. المتحدث الأول معالي أرشد هرمزلو، وهو أحد أعمدة العلاقات العربية التركية منذ حوالي ربع قرن تقريباً، وآخر منصب تسنمه كان كبير مستشاري الرئيس الحادي عشر للجمهورية التركية لشؤون الشرق الأوسط، وهو أيضاً كاتب ومشارك نشط في القنوات العربية وفي الملتقيات والمؤتمرات العربية التركية. الضيف الثاني الدكتور أحمد رشدي الدركسلي، وهو مستشار سياسي لرئيس البرلمان العراقي، هو بروفيسور وأستاذ في الجامعة العراقية، وهو ومعالي أرشد هرمزلو عضوين مؤسسين لمُلتقى الحوار العربي التركي. المتحدث الثالث أيضاً معروف والمعروف لا يعرف، الدكتور سمير صالحة، أكاديمي تركي ومتحدث ومشارك في معظم القنوات التلفزية وأيضاً الصحف العربية. طبعاً الجلسة ستكون على طريقة الحوار السريع على شكل كبسولات بحكم خبرة المتحدثين. سأبدأ مع معالي أرشد هرمزلو، وهو بالمناسبة أيضاً مؤسس ملتقى الحوار العربي التركي. ما هي أبرز المطمنات للعلاقات العربية التركية إذا ما نظرنا معاليك للأزمات البسيطة والطبيعية التي مرت بها العلاقات العربية التركية، مروراً بالربيع العربي أو الأزمة المصرية أو بعض الأزمات التي لم تمكث إلا أن زالت، فما هو سر العلاقات العربية التركية؟ شكراً أخي وزميلي الدكتور عبدالله الشمري. بالنسبة للعلاقات العربية التركية، السر في هذا الموضوع أو في تطورها يكمن في موضوع معين اتفق الأعضاء المؤسسون وكذلك المنضمون لاحقاً في الهيئة العامة لملتقى الحوار العربي التركي أن يكون شعارهم، وهو تعظيم الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات. فبطبيعة الحال هناك أزمات أو قد يكون هناك مد وجزر في العلاقات السياسية بين الدول، ولكن المنضمون إلى ملتقى الحوار العربي التركي آلوا على أنفسهم أن يتجاوزوا هذه المسائل، وأن يكون في هدفهم تعميق الحوار بإيجابية معينة وليس بسلبية إطلاقاً، الابتعاد تماماً عن أي سلبيات والتركيز على الإيجابيات الموجودة. كانت هناك ورقات أوراق نقدية من قبل الجانب العربي والجانب التركي في اجتماعات الهيئة العامة، وآخرها كان في البحرين كما أذكر. كانت هذه مناقشات هادئة وموضوعية بالنسبة لأي إرهاصات معينة من الماضي لنقل قد تؤثر على العلاقات بين الشعبين العربي والتركي. ولكننا في هذا الملتقى كما ذكرنا قررنا أن يكون هناك أولاً موضوع أن نركز على الإيجابيات، والموضوع الثاني أن ندعو دائماً إلى الحوار في أي موضوع كان وفي أي مسألة كانت، سواء بين المثقفين أو الناشطين السياسيين أو الأكاديميين أو الكتاب الأعمدة والصحف. قبل فترة كنا مع أخي وزميلي عبدالله الشمري في ندوة معينة سياسية وثقافية في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وركزنا على هذا الموضوع. وقد سرني أن الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز أبوظبي للسياسات قد وضعت ما ذكرناه من ضرورة الحوار بين الشعبين العربي والتركي في
البيان الختامي للمؤتمر. هذا أمر بطبيعة الحال يسرنا، وأتصور أن تعميق الحوار بين العرب والأتراك مهم جدا للابتعاد عن أي دعوات تحريضية حصلت في الماضي. ولكن قبل أن أختم جوابي لأخي وزميلي، أقول أننا دعونا إلى حوار عربي تركي، ولكننا ركزنا دائما في محادثاتنا على أن يكون هناك حوار عربي عربي، وهنا يجب أن يكون هناك حوار تركي تركي أيضا، لنتجاوز قسم من المشاكل التي قد تضع بعض العوائق والعقبات أمامنا. شكرا معاليك دكتور أحمد. طبعا ونحن هنا لا نحاول أن نعطي صورة تفاؤلية أو جميلة جدا للعلاقات العربية التركية، سنناقش في آخر الجلسة وفي منتصفها العقبات والعوائق، لكن من ضمن التطبيقات على الواقع العربي التركي في حصول المفاجآت السعيدة ما حصل في العلاقات التركية العراقية، بحكم المتابعة طبعا مرت العلاقات العراقية التركية بأزمة فعلية جدا كادت أن تطيح بالعلاقات قبل عامين أو عام ونصف تقريبا، لكن فجأة تحولت العلاقات التركية العراقية إلى ما يشبه التنسيق، وخاصة في موضوع استفتاء وما بعد استفتاء كردستان. كيف تنقل دكتور أحمد هذا التحول وتفسره في قضية سرعة العودة إلى التنسيق بدل الخصومة؟ شكرا جزيلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أنقل تحيات السيد رئيس مجلس النواب العراقي وتمنياته بنجاح هذا المؤتمر بإذن الله تعالى. يعني ابتداء نهنئ أنفسنا بنجاح العراق بطرد داعش من أراضيه، ومن أقول أنفسنا كل المنطقة، وأيضا أهنئ أنفسنا بأننا جميعا الآن أمام تحدي جديد، كيف إنهاء فكر داعش بشكل ينتهي من المنطقة جميعا. وأعتقد من أنجح ما حدث هو مسألتين مهمة. المسألة المهمة الأولى هو وجود مشروع لإعادة إعمار البنى التحتية وإعادة هيكلة المجتمع المناطق المحررة من قبل دول خمسة راعية، هي المملكة العربية السعودية، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وأيضا العزيزة تركيا. وهذا النجاح بحد ذاته يجعلنا ننظر إلى المستقبل بشكل متفائل جدا، كون أن هذا المشروع مشروع لا يتعلق بالنخبة السياسية فقط، هذا مشروع إعادة هيكلة المجتمع قد يستمر إلى 5 سنوات أو إلى 10 سنوات، وبالتالي إعادة الحياة للنخبة الموجودة في تلك المناطق التي هي مسؤولة عن محاربة الإرهاب، وبالتالي نعطي فرصة لاستقرار هذه المنطقة، استقرار العراق ومن ثم استقرار المنطقة، بشكل يجعل أن العراق يكون واحة لمستقبل مشرق المنطقة بدل أن كان واحة للإرهاب. هذا النجاح الأول. النجاح الثاني هو ما ذكرته دكتور، هو مسألة الاستفتاء، استفتاء أقليم كردستان. وكان واضح جدا أن موقف تركيا وموقف الدول العربية المجاورة للعراق واضح في سيادة العراق ووحدة العراق وعدم الانجرار إلى مسائل قد يعني تؤدي إلى انشطار المنطقة بأجمعها، ابتداء من مسألة استفتاء إقليم كردستان. وهذا كله يجعلنا ننظر للعلاقات العراقية التركية والعربية التركية بشكل آخر تماما، بشكل عملي أكثر، أكثر مما هو شخصي. وبالتالي هذه العملية أو هذا يعني البراكتيكال بروسيس، الآليات العملية التي الآن وجدت بين 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 العراق وبين تركيا وبين الدول العربية باتجاه رؤية للمستقبل القادم، ورؤية المستقبل القادم يجعلنا ننظر جميعا إلى استقرار المنطقة كأساس لتنمية المنطقة وتطورها بإذن الله تعالى. شكرا. شكرا دكتور. طبعا نأتي الآن إلى تقريبا أكثر نقطة حساسية، ونستفيد من شفافية وصراحة الدكتور سمير صالحة وممارسته للعمل الإعلامي. دكتور، هناك اتفاق على أن مشكلة العلاقات العربية التركية هي مشكلة الإعلام، لا يوجد مشكلة حقيقية في العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو حتى الشعبية. كيف تشخص
هذه المشكلة وكيف تعطي بعض التوصيات من واقع ممارستك اليومية للحديث عن العلاقات العربية التركية؟ نعم، شكراً سيد الرئيس، يسعدني فعلاً ويشرفني أن نتحدث في ندوة تكون أنت رئيسها، لأنه اشتقنا إليك ونحتاج فعلاً إلى أن نتحاور، كما يشرفني ويسعدني كثيراً أن نتحدث في جلسة اليوم أمام هذه النخبة من الدبلوماسيين في العالم العربي. الموضوع حساس طبعاً كما أنت أيضاً أشرت. نحن في المنتدى منذ البداية، مرحلة تأسيسية وحتى اليوم، وكما تعرف أنت التفاصيل جيداً، كانت الرغبة الأساسية هي جمع الطاقات، تجيش هذه الطاقات دون التوقف كثيراً عند الرؤى السياسية لكل شخص. يعني كنا نترك المسائل السياسية جانباً، ونحترم المسائل السياسية والخيارات السياسية، لكن في هذا المنتدى تحديداً كان هدفنا الأساسي أن نبحث عن النقاط الإيجابية التي تقربنا أكثر فأكثر وتدفعنا لخدمة الشعبين العربي والتركي. نجحنا، فشلنا، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى نقاش، لكن برأيي هذه الرؤية ما زالت أساسية بالنسبة لنا في المنتدى وعلى مستوى علاقاتنا العربية التركية. كلما سرعنا من التركيز على نقاط التقارب والالتقاء برأيي كلما تجاوزنا الكثير من الأزمات. نقطة ثانية في قلب النقاش في غاية الأهمية، وهنا أجيب مباشرة على السؤال. عندنا مشكلة في الإعلام العربي والتركي، أن الإعلام كما تعرفون ينقسم إلى قسمين، إعلام ملتزم وإعلام مستقل. في المشكلة الأساسية هي أن الإعلام المستقل بدأ يتحول تدريجياً مع الوقت إلى إعلام ملتزم، لا يريد أن يعطينا هذه الفرصة وهذه المساحة لنكون أحرار في التعبير، في الكتابة، في الكلام، في القول. نرجو منكم أن تتركونا، أنتم في القيادة السياسية تريدون أن تلتقوا، تريدون أن تختلفوا، لا مشكلة، لكن نحن عندنا مهام أساسية كأكاديميين، كمثقفين، كخبراء، كانتليجنسيا على مستوى العالم العربي والتركي. نريد أن نقول ما عندنا لشعوبنا في المكانين بهدف التقريب والتواصل والالتقاء. الآن عندنا شعور نحن أنه علينا عبء ضغط، وهذا الضغط يتزايد ويتراكم. أنتم تختلفون سياسياً في مسائل حساسة، ونحن نعاني من ارتدادات هذه المسائل. نريد المزيد من المساحة باتجاه الانطلاق للتعبير، للكتابة، للكلام. هذه برأيي نقطة أساسية نعاني منها في هذه المرحلة. شكراً جزيلاً. طبعاً سؤالي التالي لمعالي أرشد هرمزلو عن دور الشخصيات أو دور الأشخاص في العلاقات العربية التركية. أنا هنا لا أروي مجاملة، ولكن هناك من قال في أنقرة أنه من حسن حظ العلاقات السعودية التركية وجود معالي السفير وليد في هذه اللحظة التي ربما كانت تمر ببعض العواصف، وأيضاً الحديث عن العلاقات العمانية التركية يرد اسم الدكتور كأحد المنشطين. طبعاً معالي أرشد هرمزلو عمل في قلب السياسة التركية في مكتب الرئيس عبدالله قل، وكان في عصر ذهبي في العلاقات العربية التركية. وأنا أذكر في جامعة كاوست قال الرئيس عبدالله قل للملك عبدالله رحمة الله عليه أنه يا جلالة الملك أنا أعرف جدة أكثر مما تعرفها، لأني أنا كنت أروح سوق السمك وأروح سوق الخضار لما كنت في البنك الإسلامي. سؤالي لأبو محمد معالي أرشد هرمزلو، كم تعطي قيمة للشخص وللأشخاص في تأثير العلاقات العربية التركية؟ ومتبوع بسؤال ثاني، أنه هل صحيح الطرح الذي أذهب إليه أنا، وهو أن مشكلة العلاقات العربية التركية في ميزتها، حيث أن القيادات التركية والعربية حساسة جداً في قضية مس هذه العلاقات، وبالتالي عدم إعطاء فرصة للآخرين من القطاعات الشعبية ومجتمع مؤسسة المجتمع المدني لتطويرها؟ وشكراً. هذا الموضوع بطبيعة الحال مهم جداً، ولكن أرجع وأقول أن مسألة التواصل مهم جداً. عندما يعرف الأشخاص بعضهم البعض قد يتجهون
إلى تغليب الجوانب الإيجابية في الأمور، وهذا ينصرف على الدول أيضاً وعلى القطاعات الواسعة من الجماهير. عند ذلك تكون أعمدة الصحف لا تنقل الأخبار السيئة أو لنقل الشعور السيء تجاه الآخر، وإنما يحاولون أن يتجهوا إلى تغليب الإيجابيات الممكنة والمحتملة والمنشودة أيضاً. التواصل مهم، ولذلك نحن حرصنا في تركيا دائماً على التواصل مع السفراء العرب، ومن 2007 أو 2008 كانت لدينا لقاءات مستمرة مع السادة السفراء العرب، ويعرف البعض من السادة السفراء العرب الموجودين في القاعة الرحلات التي كنا ننظمها إلى الولايات التركية، وكذلك حفلات العشاء بالنسبة لتوديع أي سفير أو الترحيب بأي سفير عربي. وهذا الموضوع كان بالنسبة لقسمنا كان مقتصراً على السفراء العرب، إلى درجة أن بعض السفراء الغربيين كانوا يحسدوننا على اجتماع السفراء العرب في هذا الموضوع. أنا أرى أن الساسة لهم دور أيضاً في هذا الموضوع. القيادات مهمة جداً، وأنا أرى باعتباري كما ذكر أخي عبد الله الشمري رحلاتي في منطقة الشرق الأوسط وفي العواصم العربية أيضاً، أرى أن هناك اتجاهاً معيناً للترحيب بالقدوم التركي إلى العرب. وأنا أقول دائماً للإخوة وقادتنا الأتراك أننا إذا خطونا خطوة واحدة تجاه المجتمعات العربية سنرى أن هناك خطوتين أو أكثر تتجه نحونا. هذا مهم جداً. لماذا؟ لأننا نتواصل مع بعضنا البعض ونفهم بعضنا البعض، ولكن عدم الفهم يؤسس قسم من المعوقات أو من قبل بعض الجدران التي يجب علينا وعلى المنظمات الفكرية مثل ملتقى الحوار العربي التركي أو المنظمات الأخرى الموجودة في تركيا أو في البلدان العربية هدم هذه الجدران التي تعوق التواصل بين العرب والأتراك. شكراً أبو محمد. دكتور أحمد، عندما نشاهد العلاقات العربية التركية، البنية التحتية للعلاقات العربية التركية كوصف موضوعي وعلمي وليس ربما مدح أو ذم، هي تقريباً أفضل مجموعتين في منطقة الشرق الأوسط، هي المجموعة العربية والمجموعة التركية. نحن نتحدث عن تركيا الدولة الأفضل علاقات كعرق مقارنة مع الإيرانيين. تركيا هي الدولة الأفضل إمكانيات من النواحي الاقتصادية والبشرية مقارنة مع المجموعات الغير عربية في منطقة الشرق الأوسط. أيضاً العلاقات بشكل عام لم تصل إلى مرحلة الأزمة، لكن سؤالي هنا أن واقع العلاقات العربية التركية بصراحة وخاصة في ظل اعتبار البعض من خارج منظومة الشرق الأوسط قد لا يكون بالضرورة مسرور لوجود علاقات عربية استراتيجية، ما هي أسباب ضعف وهبوط ونزول العلاقات العربية التركية؟ هل لديك أي ربما طرح أو توصيات عملية لتنشيط هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن المشكلة بين العلاقات العربية التركية أن المشتركات بين الطرفين لم تكن واضحة من البداية، وضحت في المرحلة الأخيرة باعتبار وجود الإرهاب ونزول أسعار النفط، وأيضاً كذلك نقطة مهمة جداً وجود أزمات اجتماعية كثيرة في المنطقة. هذه المسائل الثلاثة جعلت من المهم أن يكون هناك دور تركي باتجاه أن يستمد العرب هذه التكنولوجيا الخاصة بإعادة هيكلة المجتمعات. هذه واحدة. المسألة الثانية المهمة، وهذه نشوفها دائماً، يمكن إحنا أكثر ناس شفناها في العراق، أن إذا لم تكن هناك مساعدة خارجية صالحة، أعيد، مساعدة خارجية صالحة، سيكون هناك فساد في الأمر، ما تقبل غلط. هذا شفناه في العراق والحد الآن نشوفه، بمعنى عسكرة المجتمعات لن تؤتي بخير. العراق يمكن خلال هذه 40-50 سنة عانى من عسكرة المجتمع العراقي، والنتائج واضحة الآن، لا تقبل أي خصام. يمكن بال 2013 صار نضج عند المجتمع العراقي باتجاه أن يكون هناك دور لاعتصامات سلمية، لا يكون هناك دور للعسكرة،
لكن أيضا هذا كبح. بالنهاية الدور العلاقات العربية التركية دائما إذا اتجهت باتجاه إنساني بحت ولمصلحة الشعبين سيكون هناك تطور هائل وتطور يمكن مثل ما قال أستاذنا أستاذ أرشد أن إذا تركيا بدت خطوة الشعوب العربية سوف تقوم بخطوتين. أختم بمسألة مهمة جدا، مسألة التدخل الصالح أو المساعدة الصالحة. هذا المصطلح لم نجد له وجود لحد ما مثل ما قلت هذا البرنامج أو هذا المشروع اللي قامت به الدول الخمسة لإعادة هيكلة المجتمعات المدن المحررة. هذا قد يكون بادرة ودرس للأطراف أن ممكن أن تكون هناك مبادرات صالحة ينتفع من عندها الجميع. ومثل ما قلت يعني من أقول المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا تتوحد باتجاه أن تعيد هيكلة مجتمع منهار، هذا يعطيك رؤية أنه هناك بذرة صالحة إذا استطعنا أن نحويها بالاتجاه الصالح وأن يكون هناك نتاج مسجل ومعروف سوف تنتهي باتجاه قد يكون استقرار المنطقة بأجمع. شكراً دكتور. طبعاً الآن سندخل في بعض القضايا لا أقول الحساسة وإنما الدافئة لإعطاء مزيج من الشفافية للعلاقات العربية التركية في العالم العربي. في العالم العربي وخاصة لدى النخب هناك قلق وحديث عن تركيا العثمانية الجديدة، وهناك من يطرح بكل صراحة في مراكز الدراسات أن تركيا الجديدة يجب أن لا نكون مندفعين كثيراً اتجاهها لأنها لديها أجندة قد تعيد. طبعاً أنا لا نضع الدكتور أرشد في دور المحامي ودور ربما المدعي العام للإجابة، وشكراً. الحقيقة أنا سئلت هذا السؤال في أكثر من محاضرة وفي أكثر من لقاء تلفزيوني وصحفي. قلت أنه لا توجد هناك عثمانية جديدة مثلما لا توجد هناك أموية جديدة أو عباسية جديدة. لكل زمن لها خصوصياتها أولا، وثانيا الحديث عن النموذج التركي أيضا الذي أثار بعض الشكوك حول هذا الموضوع أيضا، كنا نقول أيضا أنه لا يوجد نموذج تركي صالح للتصدير، فلكل بلد خصوصياته. ونحن في تركيا يمكن أن نستلهم التجربة السعودية أو البحرينية أو الإماراتية أو العراقية أو أي برنامج آخر، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. أنتم تعلمون أو الكثيرون منكم يعلمون أن هناك ميثاق وطني اتفق عليه في تركيا أثناء حرب التحرير، وقد اتخذ البرلمان العثماني الذي كان يسمى مجلس المبعوثان عهدا قوميا وطنيا التزم به القادة الأتراك من بعد نشوء الجمهورية التركية ومن بدء الجمهورية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك المؤسس والرئيس الأول للجمهورية التركية. هذا الميثاق الوطني يقول في مادته الأولى أن الدول أو المناطق العربية التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانية إلى حين احتلالها من قبل الأعداء في نهاية الحرب العالمية الأولى حرة في تقرير مصيرها بالشكل الذي يراه شعوبها في هذا الموضوع، وأنه لا توجد هناك أي إمكانية أخرى للتوجه نحو هذه المناطق لأنهم أحرار في طلباتهم. وقد قلت أكثر من مرة أن هذا يعني أنه لا توجه للعثمانية الجديدة أو للنظرات التوسعية. وقلت أيضا إذا أردتم أن تفتشوا عن السياسات التوسعية ففتشوا عنها في دول أخرى وفي اتجاهات أخرى، لن تجدوها في تركيا في هذا الموضوع. ولذلك يجب أن نتفق على أنه لا توجد عثمانية جديدة ولا يوجد هناك توجه إطلاقا لفرض أي مقولات معينة لا على البلاد العربية ولا على أي جهة أخرى.
ما أختم به هذا الموضوع هو ما ذكرته أيضاً، أن الثقة بالنفس مهمة جداً. الدول العربية حالياً الموجودة بعد الحرب العالمية الأولى كانت من ضمن الدولة العثمانية، ولكن دول البلقان أيضاً هناك كانت أيضاً ضمن الإمبراطورية العثمانية، وتركيا حالياً تساعد البوسنة والهرسك وألبانيا والمجر وكذا والمناطق التي كانت في شرق أوروبا، ولكن لا يوجد هناك حديث عن تسلط معين أو عثمانية جديدة أو اتجاه آخر نحوها، لأنها تشعر بثقة بالنفس. وأنا أعلم أن الدول العربية والساسة الموجودين في الدول العربية أيضاً يحتفظون بشعور عالٍ بالمسؤولية وبثقة النفس بالنسبة لاستقلال بلدانهم، ولذلك يجب أن لا نتحدث إطلاقاً عن أي نظرة توسعية في هذا الموضوع، وأن نرى أن التواصل بين الدول مهم جداً، لأننا في تركيا نرى الدول العربية أو المجاورة أو غير المجاورة صغيرة كانت أم كبيرة دولاً ذات ندية نشعر إزاءها بالاحترام الكامل، ونشعر بأن سيادتها وحدة أراضيها واستقلالها السياسي مقدس بالنسبة لشعوبها ولنا جميعاً، ويجب أن نتفاهم حول هذا الموضوع بصراحة. شكراً لك. نأتي للنقطة الثانية مع الدكتور أحمد. هناك اعتراف طبعاً بوجود مشكلة في التواصل الشعبي التركي العربي بالمجمل، وأحد أسباب هذه المشاكل اللغة. هناك طبعاً إحصاء أكاديمي غير رسمي يذهب إلى أن عدد الذين يتحدثون اللغة التركية في العالم العربي لا يتجاوز 40 من حوالي 400 مليون عربي، وعدد الذين يجيدون اللغة العربية بشكل ممتاز كما يجيدها معالي أرشد والدكتور سمير لا يتجاوزون 70 مليون تركي تقريباً، وهذه حقيقة معضلة في التواصل المباشر ما بين العرب والأتراك. دكتور أحمد، بحكم أنك أيضاً في الجامعة، كيف تقيم التواصل الشعبي العربي التركي من غير فهم اللغتين، وما هي ربما الوسائل لتوسيع القاعدة الشعبية العربية التركية؟ يعني كوني أيضاً أستاذ في الجامعة وأستاذ مساعد في كلية الطب، فحاولت كثير أفهم لماذا الطب يدرس في تركيا باللغة التركية، يعني لماذا لا يدرس باللغة الإنجليزية. احنا نعرف عادة في كليات الطب العربية كلها تدرس باللغة الإنجليزية، فأين يعني وين الكونسبت وأين المحتوى وين المفهوم في هذه المسألة. ثم فجأة دخلت كورس تدريبي عن مفهوم أن المعرفة كيف تصل بأسرع طريقة إلى العقل، فأهم بارير أهم حاجز هو حاجز اللغة. بالتالي الطبيب مثلاً، إحنا عندنا في العراق مثلاً عندي طلابي يدرسون كيفية التعامل مع المريض، طيب المريض سوف يتكلم بلغة العربية وربما لغة الدارجة، والكتيب اللي يحاول يفهم الطبيب كيفية التعامل مع المريض باللغة الإنجليزية، فهو يضطر يحفظ الكتاب باللغة الإنجليزية ثم يترجم للغة العربية ثم يترجم للغة الدارجة حتى يفهم المريض كيف يفكر. طبعا هذا المثال يعطي أيضا بنفس الصيغة لماذا اللغتين لا تعلم من قبل الطرفين. قد تكون الآن المصالح المشتركة بين الدول العربية وتركيا كبر حجمها أدى الآن إلى أن نتحسس الآن من هذه المشكلة، وبالتالي إيجاد صيغة للغة أو إيجاد صيغة للتحاور مهم جداً بشكل يجعلنا نتفق على لغة واحدة. يمكن الإسلام أعطانا هذه الصفة، ويمكن القرآن أعطانا هذه الصفة أن القرآن عربي، وبالتالي اللغة العربية أصبحت دومينانت وبالتالي يعني سائدة، وبالتالي يجعل اللغة العربية قد تكون الطرف المشترك بين الاثنين. لكن هذا لا يمنع أن وهذا ملاحظ أن العرب بتاريخهم دائماً سباقين للمعرفة وسباقين لمسألة مهمة جداً، أنهم يؤثرون في الآخرين، ودرجة التأثير لا تأتي إلا لما تعلموا اللغة لغتهم الحقيقية. وبالتالي أنا أعتقد في نهاية الأمر سوف نصل إلى منتصف الطريق، والطرفين سوف يتعلمون لغتين مشتركتين، اللغة العربية واللغة التركية. شكراً جزيلاً. شكراً دكتور أحمد. أنا أيضاً استغل
سعة صدر الدكتور سمير لأسأل سؤال ما قبل الأخير، وهو سؤال ربما مطروح أيضا في الدول العربية. دكتور سمير، هل السياسة التركية الحالية هي سياسة حزبية أم سياسة دولة؟ وماذا تقول ربما للنخبوي العربي الموجود والذي لم يزر تركيا، ربما الذي يقرأ أن السياسات التركية لم ترتقي خلال ربما 15 ماضية إلى سياسة الدولة 100% التي تراعي مصالح تركيا العليا وليس مصالح حزب، ربما وإن كان هذا الحزب هو قائد العلاقات العربية التركية وحزب مؤثر ومستمر وسيستمر أيضا؟ نعم، شكرا سيد الرئيس. يعني أنا لا أعرف لماذا تختار الأسئلة السهلة تطرحها على الأستاذ إرشاد وتختار الأسئلة الصعبة لتوجهها إليه. سأجيب مباشرة على هذا السؤال، لن أتهرب إطلاقا، لكن أريد أولا، عندي ملاحظات على ضوء ما سمعته قبل قليل. عندنا مشكلة أساسية في مسار العلاقات التركية العربية، وهي أنه عندنا رغبة دائمة أن نبش في الأرشيف، دائما نعود إلى الأرشيف لنبحث عن الوثيقة التي تعزز الموقف والطرح السلبي وليس الإيجابي. يعني نبحث إلى، نعود إلى الأرشيف بدل أن نبحث عن وثيقة تدفعنا للتقارب وللتوحد أكثر. نخرج من الأرشيف أسباب التباعد ونضعها على الطاولة ونبدأ في المساومة حولها. هذه عقدة أساسية لابد من الخروج منها بأسرع ما يكون. نقطة ثانية في علاقاتنا أيضا، أعقب، نظرية المؤامرة ما زالت موجودة حتى الساعة في العلاقات العربية التركية. هذه النقطة أيضا ينبغي مراجعتها بشكل حاسم وسريع. يعني نظرية المؤامرة هنا، وأنت تريد أن تناقش كيف نحسن العلاقات العربية التركية، مستحيل. نقطة ثالثة أيضا بين المستحيلات اليوم في العلاقات، دائما رمي الكرة في ملعب الطرف الثالث الذي يتآمر على العرب والأتراك. علينا أن نخرج منها. يعني إذا كنتم تريدون سياسات براغماتية واقعية، علينا أن نقبل أنه نحن كعرب وأتراك نتحمل مسؤولية أساسية مباشرة في إيصال علاقاتنا اليوم إلى ما هي عليه. يعني طبعا تآمر علينا الغرب قبل 100 عام، لكن نحن نتحدث الآن في العام 2017، نتحدث بمنطق جديد بلغة جديدة. قبل قليل إبراهيم كلم في كان يقول أحدثنا عن العولمة والانفتاح وإلى أين تسير الأمور. نقطة ثالثة، رابعة عفوا، مشكلة أساسية برأيي في صلب الموضوع أيضا، إنه نريد أن نستفيد في علاقاتنا لكن كما نشاء نحن، كما نريد نحن. لا يمكن هذا إطلاقا في السياسة. يعني أنت تريد 100% كل شيء كما تشاء، وتترك أن الطرف الآخر أيضا له حساباته ومصالحه وما يقوله. يعني إذا لن أقول بالتركية نسميها التعويز أو التنازلات، نحن لابد في السياسة من الجلوس والحوار والتفاهم والتقاسم. في علاقتنا التركية العراقية، يعني كنا نتحدث عن التصعيد والتوتر، وفجأة بقدرة قادر بدأنا تحولنا إلى شقيقين وإلى صديقين وإلى شريكين في مواجهة طرف ثالث، لا أدخل في التفاصيل. نتحدث عن علاقاتنا النفطية وحماية العلاقات، طب وين علاقاتنا المائية؟ لماذا ما زال أزمة المياه في العلاقات التركية العراقية لا تحل وما زالت مستمرة؟ يعني أنت ترى المشهد أنه علاقات نفطية وخلاص؟ لا يكون. وهنا أجيب الآن على السؤال الأخير، هو أنه نعم أتفق معك، عندنا في تركيا مشكلة أساسية. ما هي هذه المشكلة؟ أنه رسم السياسات الخارجية كيف تتم، يعني الأستاذ إرشاد أفضل مني في قلب الحدث وفي قلب العمل أيضا يتابع من الداخل، أنه عندنا مشكلة أنه هذه السياسات كيف ترسم في العلاقات الخارجية تحديدا. لأن العدالة والتنمية في الحكم، حزب واحد يقود تركيا منذ عام 2002، لا مشكلة. لكن المسار السياسات الخارجية الآن، هذه نقطة مهمة جدا برأيي، يرتبط بما يقوله الحزب. الحزب في السلطة، علينا أن نقبل أنه في المقياس الديمقراطي للأمور الحزب في السلطة هو الذي يقرر ويحرك ويدير،
لكن مشكلة أساسية الآن وأنهي بها إنه هل تركيا جاهزة في سياساتها لتبني هذه الصيغة، هذا الطرح من العمل، من التخطيط، من القرار؟ مشكلة أساسية برأيي ما زالت موجودة في تركيا وحولها علامة استفهام كبيرة. هذه نقطة لم تعالج في تركيا حتى الآن في رسم سياساتنا الخارجية. لا أريد أن أدخل في الكثير من التفاصيل لأستفيد من الوقت. شكرا دكتور. طبعا الآن هي الجولة الأخيرة وهي جولة مختصرة، سأطلب من الأساتذة الكرام من معالي أرشد هرمزلو توجيه رسالة إلى القادة العرب، وأرجو أن تكون رسالة صريحة فيما يتعلق بالعلاقات العربية التركية. سأطلب الرسالة من الدكتور أحمد للقيادة التركية فيما يتعلق بما هي ضرورات دفع العلاقات العربية التركية لمزيد من المستقبل الأفضل، وسأطلب من الدكتور سمير توجيه رسالة للإعلام العربي والتركي فيما يتعلق بمستقبل العلاقات. وقبل أن أعطي معالي أرشد هرمزلو، أحب دائماً أن أشكر المترجمين. أنا لا أعلم حقيقة كم جلسة شكر فيها المترجمين، فثقوا تماماً أن هناك في الخلف من هم وراء سر هذه الجلسة الرائعة. شكراً أخي عبد الله. الحقيقة رسالتي إلى القادة العرب هي الرسالة التي أحب أن أوجهها دائماً، وهي أننا يجب أن نهتم بأمرين. الأمر الأول أننا يجب أن نعزز التواصل، والأمر الثاني الذي كنت تحدثت شفهياً أيضاً مع الكثير من القادة العرب فيها، أن لا يعززوا مسألة الحملات الإعلامية سواء بين الدول العربية نفسها أو بين الدول العربية وتركيا، لأن الحملات الإعلامية عندما تتحسن الظروف، لنقل مثلاً، نأخذ مثلاً العلاقات التركية العراقية، عندما كانت متأزمة، إذا كانت هناك حملات إعلامية معينة تجاه البلد، من البلد هذا تجاه الآخر، عندما تتجه العلاقات إلى أن تكون جيدة ومثمرة وزيارات متبادلة، فكتاب الأعمدة هؤلاء الذين أساءوا إلى الجانب الآخر سوف يشعرون بقسم من الحرج في هذا الموضوع، ولذلك يجب أن نوقف الحملات الإعلامية دائما في هذا الموضوع. هذه هي الرسالة التي أوجهها إلى الدول التي فيها إعلام ممنهج أيضا. هذا الأمر مهم جداً، ولكن أتفق مع أخي الدكتور سمير أن الإعلام المستقل أيضاً عندما يرى سياسة الدولة المعينة قد يتجه لعدم التغريد خارج السرب، ولذلك يبدأون بنفس العملية. من هذا المنطلق أنا رجائي من القادة العرب وتوجهي إليهم أن يكونوا على استعداد لفتح صفحات جديدة ونسيان الماضي بكل مساوئه والاتجاه إلى تعظيم الإيجابيات قبل كل شيء. شكرا دكتور. رسالتي إلى القادة الأتراك: كونوا المثال الصالح، المثال الصالح الذي الآن بذرت بذرته الأولى في العراق مع أخوانكم العرب، وبناء حقيقي لعلاقة طويلة الأمد استراتيجية لصالح المنطقة تنتهي بإذن الله لمصلحة الجميع. شكرا. شكرا دكتور. دكتور سمير، وترى نعم معك زيادة دقيقتين. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك أيضا. يعني في نقطة أساسية علينا أن نتفق معها، أنه في الإعلام ما نسميه نحن بالإعلام المستقل، النقطة هي أنه هل هو مستقل فعلا أم لا؟ يعني لا أريد أن أقارن حالة الإعلام العربي والتركي بالغرب إطلاقا، أنا لا أقصد هذا الشيء. أقصد أنه عندنا نحن في الإعلام مقاييس، معايير محددة نناقشها ونريد من الإعلام أن يتبناها ويتعامل على أساسها في نقل الأخبار، نشر المعلومات، كتابة التحرير والآراء. أنا رأيي الشخصي، أنا من متابعتي فرح جدا بالحالة التي نعيشها اليوم، يعني قد لا تتفقون معي أعرف في معظمكم، لكن أنا سعيد أنه الآن الإعلام التركي والإعلام العربي بدأ هو أيضاً الإعلام المستقل، لا أتحدث عن الإعلام الرسمي الموجه، يتعامل مع الكثير من المسائل والقضايا والملفات بحرية أوسع، بطلاقة أوسع، بانطلاقة أوسع، ويحلل ويكتب ويقدم المعلومة. طبعاً في عنا استثناءات،
لكن بشكل عام هذا المشهد مهم جدا. يعني أنا أستطيع في نفس الوقت أن أقول رأيي الشخصي من أتكلم، أن أنتقد موقف معين لدولة وأن أدافع عن نفس الدولة في مكان آخر في موقف آخر. هذا ما نريده، هذا ما نريده من المفكرين والقيادات والإعلاميين في العالم العربي وفي تركيا تحديدا. أريد أن أختم لأقول إنه الاستقلالية والموضوعية في نقل الحدث مشكلة أساسية ما زالت موجودة وقائمة في نقل المعلومات. لكن حتى الآن أنا شخصياً تجربتي أكتب في أكثر من موقع، في أكثر من جريدة، في أكثر من جلة، بين مزدوجين نحن علينا كثيراً، لا أريد أن أدخل في تفاصيل قد تزعج الأستاذ إرشاد. نحن واجهنا أنه منعنا من الكتابة، تم قطع الطريق علينا في الكتابة في بعض الإعلام العربي. الآن يتغير الموضوع تماماً، الآن أنا أكتب في أكثر من موقع، في أكثر من جريدة، في أكثر من اتجاه بحرية كاملة. عندنا مشكلة بسيطة، نريد أن نرى كتاب وإعلاميين عرب في إعلامنا التركي أيضا. صحيح، هذه الرسالة مهمة جدا، وأتمنى من الأخوة الإعلاميين هنا أن يوصلوها. طبعا نحن انتهينا في الوقت المحدد، وأيضا أحب أن ننوه إلى وجود سعادة سفير الجامعة العربية في هذه الجلسة، وهي أيضا تعطي قيمة مؤسسية، ولعل ما عليه ينقل جزء من الذي حصل اليوم أو جميع ما حصل. أشكركم شكرا جزيلا، أشكر ومعالي رئيس مجلس النواب الأردني، إذا كان في كلمة تفضل معاليك، تفضل. ما في شك أن العلاقات العربية التركية هي علاقات تاريخية، يعني هناك أولاً الإرث العثماني، وكانت العلاقات بعد قيام الدولة التركية الحديثة ما بين الدول العربية والدولة التركية الحديثة علاقات صحيح جيدة ومميزة. يعني أنا بحكي كمان من منطلق أن الأردن وتركيا كان لها علاقات جيدة من أيام الجد الملك عبد الله الأول بن الحسين. ثانياً، تركيا هي دولة إقليمية قوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ما في شك، ولها مصالح بالمنطقة. لكن يجب على تركيا كذلك إذا أردنا أن نحسن العلاقات بين، أو يعني هي علاقات جيدة، لكن إذا أردناها أن تكون أكثر جودة، خلينا نقول، يجب أن تراعي كذلك مصالح الدول العربية. يعني هناك مصالح لتركيا وهناك مصالح للدول العربية وهناك مصالح مشتركة، ويجب الأخذ بالاعتبار هذه المصالح المشتركة. للأسف أنه ما بعد الربيع العربي حصل الخلل ما بين العلاقة ما بين تركيا والدول العربية، وكما نسمع أن هناك كان انحياز لبعض الجهات مثل الإخوان المسلمين في مصر. يعني كان انحياز واضح لتركيا من قبل، وعندما قامت الثورة الثانية خلينا نقول كما يعني يقول المصريين عنها، كان هناك يعني لا ما صار في أي تحسن بالعلاقة بالمصرية التركية للأسف، ولا تزال لحد الآن العلاقة ما بين مصر وتركيا علاقة مأزومة لحد الآن. طبعا تحسنت العلاقات مع العراق، الأردن طبعا صار في، ما بدي أقول خلل، لكن صار في شوية برود، لكن والحمد لله الآن رجعت العلاقات قوية. أردوغان زار الأردن قبل مدة، وجلالة الملك سيزور تركيا الأسبوع القادم إن شاء الله. فأنا بعتقد أنه يعني أولا يجب أن نستفيد نحن العرب من النموذج التركي في كمان العلاقة ما بين الدين والدولة. أنا لا أعني أن يعني أنه نتبنى هذا النموذج، ولكن نستفيد من إيجابياته، لأنه في إيجابيات كثيرة. وأنا في اجتماعاتي في الأردن مع الأخوان المسلمين دعيتهم عدة مرات أن يستفيدوا من التجربة التركية، من النموذج التركي، ولكن للأسف ما سمعوا. حكينا لهم يستفيدوا من التجربة التونسية كذلك ولم يستمعوا، ولكن هذا برجع لهم طبعا. فأنا متأكد أنه تركيا يمكن أن تلعب دور إيجابي كبير تجاه الدول العربية، ولكن يجب يعني مراعاة كذلك مصالح الدول العربية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة عربية. وشكرا جزيلا. شكرا معاليك. طبعا ختام أيضا مسك ومن جهة عليا وبلهجة أكثر صراحة،
ربما منا كنا شوي دبلوماسيين يعني. شكر لكم جميعا، وإن شاء الله تعالى نراكم في ملتقى القادم بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to invite to the stage Senior Ambassador of Bahrain, Mr. Ibrahim Abdullah, to deliver the rewards. Thank you so much. Thanks to all our panelists, moderators, speakers. Thank you so much. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hürmüzlü'ye de plaketi takdim ediyor. Sayın Ahmed, Rushdi, Abdullah da plaketini aldılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Profesör Samir Salha, bir diğer konuşmacımız, teşekkür ediyoruz değerli görüşleri için. Türk-Arap ilişkilerini değerlendirdiler. Thank you so much. Evet, bugünkü panellerimiz burada sona eriyor. Değerli dinleyiciler, yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Üçüncü günde zirvemizi.